دكتور اسلام، ممكن حضرتك تكلمنا عن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار؟ طيب، هو قبل ما نبدا في حته جراحه الجيوب الانفيه بالمنظار، مهم ان احنا نبقى فاهمين انه كتير قوي من مرضى الجيوب الانفيه بييجوا متخيلين ان عندهم التهاب في الجيوب الانفيه. يعني هو بيجي عنده صداع او التهابات بشكل معين في الانف فيتصور ان ده التهاب في الجيوب الانفيه. وهنا بقى بتبدا قصه انه لا، انا لازم اتاكد الاول انه ده فعلا التهاب في الجيوب الانفيه ولا اعراض التهاب في الانف فقط، حساسيه او غيره. فدي مرحله اولانيه، يعني قبل ما ابدا في ان انا ادخل على جراحه الجيوب الانفيه بالمنظار. الحاجه الثانيه، حتى الحالات اللي عندها التهابات جيوب انفيه بنبدا بدايه بالعلاج الطبي، وده يعني مجموعه مختلفه من العلاجات الموضعيه، ساعات الحساسيه ومضادات حيويه، مضادات الالتهاب، ساعات احيانا كورتيزونات. المهم ان احنا بناخد العلاج الطبي ده بشكل معين وفتره صحيحه، بحيث ان احنا نتاكد ان العلاج ده المرض اللي عند المريض او التهاب الجيوب الانفيه المزمن اللي عنده غير مستجيب للعلاج. بعد كده بنبدا نقول والله ايوه ده اللي احنا هنعالجه، يعني بعلاج جراحي اللي هو الستاندرد اوف كير بتاعه دلوقتي، ان احنا ندخل بمناظير الجيوب الانفيه. هنشتغل مناظير الجيوب الانفيه، مهم قوي ان المريض يدور على الطبيب المتخصص في مناظير الجيوب الانفيه، لانه زي كل حاجه في الدنيا اصبح في تخصصات مختلفه، في تخصصات في زراعه القوقعه، في مناظير الجيوب الانفيه، في جراحه اورام الرقبه وهكذا. فمهم ان المريض يختار الطبيب اللي عنده خبره طويله وتدريب متخصص في مناظير الجيوب الانفيه. ودي بقى شغلتنا، يعني بمعنى ان احنا كل مريض غير التاني، في واحد بيحتاج يعني بنسميها يعني ليفلز مختلفه من جراحه الجيوب الانفيه، بحيث انه يتناسب مع حجم المرض اللي عنده ودرجه الالتهابات الموجوده عنده ودرجه اللحميات. مهم برضو جدا المريض يفهم انه مش معنى انه عمل جراحه جيوب انفيه بالمنظار انه مش هيحتاج علاج طبي بعد كده، لا، ده كتير جدا بتبقى الجراحه دي هدفها هو تسهيل وصول العلاجات الموضعيه للانف وتسهيل استجابه الانف للعلاجات اللي بياخدها المريض اللي هيستمر عليها في فترات يعني احيانا لسنين واحيانا طول عمر على حسب نوع المرض اللي عنده. شكرا لحضرتك.